حيث عرضت الشركة القطرية للخدمات البريدية مجموعة من الخدمات الرقمية ضمن مشاركاتها في نسخة هذا العام من معرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2017 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. هذه الخدمة الرقمية المستحدثة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وتهدف كذلك لتقليل الوقت والجهد خلال عملية إرسال واستلام الشحنات الطرود، بالإضافة إلى تقديم خدمات إلكترونية للشركات والمؤسسات في الدولة.